للتصنيع بتصنع العربية جيب، ومصنع عندنا بقاله سبعينيات يمكن. دولة النهاردة الرئيس شغالين على توطين صناعة السيارات في مصر. فريق كامل، وزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل. الملف اللي عنده من أول الملفات اللي اشتغل عليها، قعد مع الصناع العربيات والناس اللي شغالين في المجال عشان عايزين نصنع عربية مش نجمع. قال لهم كده حتى أول اجتماع، قال لهم عايز أصنع مش هفضل أجمع عربيات، فنصنع عربية. عندنا إمكانيات، هي العربية للتصنيع عندها وعندها طبعا إمكانيات وبيشتغل، هي العربية للتصنيع. عندنا أماكن أخرى، كان عندنا ستينيات شركة الناصر للسيارات. فاكرين حضراتكم النصر كانت بتعمل تقريبا 3-4 انواع، وفجأة طبعا حصل النصر يعني حصل فيها مشاكل كتيرة واتقفلت، وبعدين رجعوا قالوا هنشغلها تاني. وبعدين كان عندنا طموحات الكام سنة اللي فاتوا، وكل وزير يجي فيه يقول لك انا هعمل عربية كهرباء، فما نلاقيش عربية كهرباء اتعملت. شفنا ده لدرجة تعرض نماذج لعربيات هنصنعها مع أصدقائنا الصينيين، واتضح الموضوع ما كانش دقيق في ذلك الوقت. يعني الكلام ده من 3 سنوات أو 4 يمكن، ما كانش دقيق، وغيره وغيره. لا، النهاردة الدولة شغالة بجد بقى، عايزة تعمل صنع عربية. فالهي العربية للتصنيع عملوا موديلات من يمكن اكتر من 20 موديل من العربيات العالميه، وعندهم خطوط تصنيع، وعندهم تصنيع وتجميع. احنا النهارده بنتكلم على تصنيع، مش بنتكلم على تجميع، نتكلم على تصنيع بايادي مصريه. وعندك والهيئه العربيه للتصنيع عندهم تكنولوجيا متقدمه، وعندهم المعايير الجوده العالميه العربيات بتاعتهم، وبالتالي عندهم محطات خاصه بمعالجه معينه خاصه بال عربيات، المواتير، الهياكل، العربيات، الازاز زي ما حضرتك تشوف، الصاج بتاعها، الدواخل بتاعتها، المحركات، المجموعات الخاصه بالنقل، الضفاير، اجهزه التحكم، الصالون الداخلي، يعني كل ده كله في الهيئه العربيه للتصنيع. كل ده في الهيئه العربيه للتصنيع. وانت ماشي كده على طريق السويس تلاقي يقول لك مصنع الشركه العربيه الامريكيه كذا، وتلاقي العربيات فعندهم. فاحنا النهارده عايزين نتكلم على ده، لان احنا عايزين يعني نبدا بهذه الانواع. كل ده موجود هنا عندنا في مصر بالهيئه العربيه للتصنيع، وعليها اقبال كبير، وارقام دلوقتي بسم الله ما شاء الله. العربيه النهارده من دول بقت يعني برقم كبير يعني. فالنهارده بنتكلم على الدوله شغاله على تصنيع العربيات. وهذا ملف كنت بتكلم عليه امبارح، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس وزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل. ده ملف اللي عنده الصناعة، ومن بينها العربيات. نصنع عربية مصرية 100% بأيادي مصرية. نقدر نعمل ده؟ نقدر نعمل ده. طب نعمل ايه؟ هنسأل النهاردة يكون معانا اللواء مهندس أسامة عبد العليم، هنتكلم على ازاي نعمل ده، ازاي التصنيع المحلي، تعميق التصنيع المحلي، ازاي توطين التكنولوجيا الخاصة بالعربيات، ازاي نعظم شعار صنع في مصر، عربية صنعت في مصر، ازاي نزود فرص الاستثمار، ازاي نزود قيمة مضافة للصناعة المصرية، ازاي اقلل وارداتنا بدل ما انا عمال استورد عربيات كنا في وقت من الاوقات ب 3-4 مليار دولار استيراد عربيات. كنا بنعمل كده، كان بيبقى رقم عندنا، الرقم ده قل دلوقتي شويه عشان حاجات اتعملت، وبالتالي عندك بتعمل بعض العربيات الانواع المصريه وغيره وشراكات مع دول، وانت عايز تشتغل في الملف ده، فمش عايز كل حاجه تبقى مستورده. احنا بنقلل النهارده فاتوره الاستيراد. وادي العربيه اهي بيتم اختبارها في اصعب الظروف، اصعب الظروف قدامك هنا مصر، الهيئه العربيه للتصنيع اهي. وكل التحيه للست اللواء مختار عبد لطيف وكل العاملين في الهيئه العربيه للتصنيع، وشهاده الايزو، يعني كل الشهادات والامن والامان كل شيء. وطبعا كل ده مهم ان احنا نفتح هذا الملف، لانه ملف من الملفات اللي لازم نبقى شغالين عليها بمنتهى
القوة. نروح للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النهاردة في المؤتمر الصحفي الأسبوعي وأخباره المبهجة النهاردة. هي أخبار النهاردة مبهجة.